ايه الاخبار جماعه؟ الشيف ده سرب لنا وصفه كنتاكي، عمل لنا الفرايد تشيكن بتاعت كنتاكي بنفس الطريقه بالظبط اللي هم بيعملوها بيها، عملها في البيت بطريقه سهله جدا وصدمتني ان دي فعلا الطريقه بتاعت كنتاكي. فانا طبعا قبل المقاطعه كنت مدمن كنتاكي وباكله 24 ساعه، فالوصفه دي لو فعلا بجد انا ممكن افتح مطعم بيها. اول حاجه نجيب الفراخ قطعتها بالشكل ده، بعد كده نفضل نغزهم كده، بعد كده نجيب بوله فاضيه نحط فيها ميه. اول حاجه هنحط فلفل اسود صحيح، كل التوابل اللي هستخدمها من توابل الحاجه عرفها، بعد كده توم، رشة ملح، ومعلقة سكر. ننزل فيهم الفراخ دي وننقعها في الكلام ده في التلاجة لمدة ساعتين. بعد كده نجيب بولة تانية نحط فيها دقيق، وعلى الدقيق هنحط بصل باودر، توم باودر، جنزبيل، فلفل اسود، 7 بهارات، واخر حاجة الشطة. ونقلب كل ده مع بعضيه. بعد كده نجيب بولة تالتة هنحط فيها دقيق تاني، وهننزل عليه بالمية ونقلبه. ونظبطها لغاية ما يبقى ده قوامها مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، يبقى كريمي بالمنظر ده. هنجيب بقى البوتاجاز وعلى درجة حرارة متوسطة هننزل بالزيت. بعد كده نطلع الفراخ وننشفها من المية كويس جدا. بعد كده هلبس جوانتي ونجيب الفراخ، وأول مرحلة ننزل بيها في الدقيق والمية، بعد كده ننزل بيها في الدقيق والتوابل، ننزل بيها في الزيت، نديهم تقليبة بسيطة، وأول بقى ما توصل للون ده نطلعها من على النار. بعد كده نعمل الباقيين. ندفي البوتاجاز. بصوا يا جماعه منظرها عامل ازاي؟ طبعا انا بصورها لكم في ركن كده في المطبخ عشان شكلها عجبني في الحته دي، شكلها في الجزء ده عجبني كانها عند كنتاكي بالظبط. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ اقسم بالله انا مش مصدق ان انا اللي عاملها، مش مصدق. انتوا لسه ما شفتوش حاجه، اسمعوا كده. الكرانش بتاعها مرعب. طبعا انا هموت وادوقها، بس الاول هعمل لها الصوص، سهل جدا ومبياخدش وقت. هنجيب بوله نحط فيها عسل بتاع حاجه عرفه، هنزل عليها بكوبايه زبادي وعليها شطه، مرق الدجاج، وبابريكا مجروشه، وهقلب كل الكلام ده مع بعضيه. ومسكر شويه بس انا بحبه. اللحظه اللي انا مستنيها بفارغ الصبر يا جماعه، في اللقطه دي اوقف الاغاني خالص عشان تسمعوا صوت القرمشه. حاجه صغيره الاول عشان عايز ادوقها، ونقول بسم الله. يا ربي، والفراخ مستوية. ايه ده؟ عايز اعيط والله العظيم. الفراخ دي مش بس احلى من كنتاكي، دي انضف واجمل واطعم فرايد تشيكن انتوا هتدوقوها في حياتكم اقسم بالله. انا عايز اعيط تاني، عايز اعيط. طبعا شكرا الف مره للشيف عشان علمنا فعلا الطريقه دي. بما اننا مقطعين ومكملين في المقاطعه، والله العظيم الفراخ دي احلى من بتاعه كنتاكي بمراحل، وسهله وسريعه. الفراخ ودقيق وميه وشويه توابل. فما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن لصاحبك واهلك وقرايبك اللي هتجرب الفراخ الجامده دي معاهم وتعزمهم عليها. اي خدمه.